خطافي سالتا فيغو شنا كيفاش الدور الاسباني الدرجه الاولى الجوله 27 وين كانت مباراه كانت شيقه وين شنا كيفاش رغم ان ماورو من جانب خطافي اللي خرج في الدقيقه 82 كانت فرص ضائعه كثيره في خاصه من خطافي وين كانت فرص ضائعه شنا كيفاش بيبي المدرب تاع خطافي اللي دخل بخطه 4-4-2 شنا كيفاش اوسكار غارسيا المدرب تاع سالتا فيغو اللي دخل بخطه 3-4-1-2 يعني كانت المباراه تكتيكيه ما بين المدربين شنا دافيد سوريا الحارس تاع خطافي شنا كيفاش شنا دي جيني شنا كيفاش خافاير شنا مارك شنا الين شنا ماورو نيماني شنا بيتر اللي خرج في الدقيقه 70 شنا ايريك شنا روبرت شنا انجيل لويس رودريغيز اللي دخل في الدقيقه 61 شنا كيفاش نقولوا ماورو اللي خرج بطاقه الحمراء في الدقيقه 81 يعني نقولوا بلي سالتا فيغو اليوم ما استغلش 10 دقائق هذيك الاخيره ما استغلش النقص العددي اللي كان عند خطافي شنا كيفاش مارك الذي ضيع هدف في الدقيقه 41 شنا ليماني الذي ضيع هدف كذلك في الشوط الثاني في الدقيقة 47 شنا ماورو كذلك في الدقيقة 57 ماورو كذلك يعني كانت فرص ضائعة كانت الأهداف ضاعت لخطافي يعني كانت المباراة وين شنا كيفاش سالتا فيغو شنا كيفاش جوزيف شنا جينسون شنا مالو شنا فيليب شنا أولكي شنا لوكاس يعني سانتياغو مينا شنا فيدور يعني غابرييل بيريس يعني كانت المباراة كانت شيقة شاهدنا كانت سيطرة كبيرة من خطافي لكن بدون أهداف كانت سيطرة الشوط الأول وين انتهى 0-0 الشوط الثاني كذلك وين كانت سيطرة كبيرة لكن بدون أهداف شنا كيفاش كانت سالتا فيغو وين لعب طريقة دفاعية للحفاظ عن المكسب على النقطة لكن شنا كيفاش انتهت المباراة مباراة اللي انتهت في نقولوا باللي انتهت هذه الجولة 27 طريق الدور الإسباني الدرجة الأولى شاهدنا خطافي سالتا فيغو صعيدو.